في هذه النقطة خلونا كلنا نشترك في هذه المكالمة الهاتفية. وبينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. أنا نانسي ودانا وحبيبة بيرحبوا بيك من مدينة العالمين الجديدة. أهلا وسهلا بيكو. ونقول بقى ختامها مسك. بالظبط ختامها مسك. ختامها مسك فعلا. احنا على مدار شهر ونص كان في فعاليات جميلة جدا جدا متنوعة في مجالات مختلفة داخل مدينة العالمين الجديدة، سواء كانت فنية سواء كانت رياضية. دلوقتي بقى احنا عندنا يعني خلال الثلاث ايام الجايين هنلاقي كم من الفعاليات، يعني تقريبا هو أصعب وأكثر فعاليات موجودة خلال هذا الأسبوع على مدار الشهر ونص اللي فاتوا. لما بنيجي نشوف يعني احنا لو بصينا ورانا شوية في كم من المطربين الكبار نجوم الصف الأول عملوا حفلات ناجحة داخل العالمين الجديدة غير طبيعية. مين كان يصدق ان في محمد منير وحميد الشاعري ومجموعة كبيرة جدا سواء بقى من الجيل القديم أو الجيل الجديد، وفي تامر حسني في غيره وغيره وهكذا عندهم حفلات في العالمين. عندنا كمان مسرح الشارع موجود، عندنا الفنون الشعبية موجودة، عندنا الجزء الرياضي، وده بيخلي اللي رايح مدينة العالمين يعني بالضبط وكأنه كده بيقول له انت عايز ايه، انت كل اللي انت عايزه هتلاقي عندي. بالضبط. والحقيقة دي نقطة مهمة جدا، يعني أي حد ليه هواية في شيء معين هيلاقيها في مدينة العالمين الجديدة، نقطة مهمة جدا يا فندم. فدي تنوع كبير. الزيادة بقى أو الأهم خلال اليومين الجايين عندنا النسخة الثانية من مهرجان الدراما، وده يقام للسنة الثانية على التوالي. دكتور يحيى الفخراني الحقيقة وأستاذ أشرف زكي الشركة المتحدة. هنا مهرجان جديد، بمعنى السنة اللي فاتت كان بيهتم بالأعمال اللي عرضت خلال شهر رمضان، السنة دي بقى بيهتم بالأعمال اللي عرضت على مدار السنة سواء في رمضان أو خارج السيزون بتاع رمضان. ده هيتم في العالمين، وإحنا عارفين إن الدراما يعني تتكلمي مثلا على الأقل كده متوسط حوالي 35 مسلسل، 30-35 مسلسل بنجومهم بتكريماتهم بالكلام من ده عشان يبقى موجود يوم الخميس إن شاء الله اللي هو 24. ده برضو حدث مهم جدا، خاصة أن العالم العربي كان يشاهد الدراما المصرية على طول الموسم، فبالتالي محتاج يعرف مين اللي هيفوز أو مين اللي فاز ومين المتميز وغيره وغيره. بالإضافة أن عندنا يعني هو الحكاية مش بس أحسن ممثل أو أحسن مخرج، إحنا كمان عندنا عناصر العمل فيها تميز، المصور ديكور غيره وغيره وهكذا. يبقى عندنا يوم الخميس الحقيقة يوم متميز وإن شاء الله تبقى ختامها مسك. وما ننساش العالمين أوردز أستاذ أحمد. طبعا اصل هو بصراحه اللي هيتكلم دلوقتي يقول لك اقول ايه ولا ايه اقول ايه ولا ايه بالظبط. هو بالظبط زي ما انا قلت في البدايه، اللي هيروح العالمين او اللي راح العالمين وكانه بيقول والله انت عايز ايه، هواياتك ايه، عندي كل اللي انت تتمناه من رياضة الفن بأشكال. طب أستاذ أحمد في هذه النقطة يعني عايزة أسأل حضرتك عن هذه الجزئية، دلالة هذا الأمر أنه بالفعل مدينة العالمين ومن خلال مهرجان العالمين الجديدة نجح أنه هو يعني يبعث برسالة بأن كل الخدمات موجودة هنا في مدينة العالمين، سواء كانت الخدمات العامة من سينمات كافيهات متحف دولي منتزه مفتوح، كل هذه الأمور وحتى الاختيارات والامتيازات في الاختيارات سواء كانت في الحفلات الغنائية أكثر من 40 مطرب سواء كانوا مصريين أو حتى من الوطن العربي ومطربين عالميين، واختيار مهرجان الدراما في نسخته الثانية هنا على أرض مدينة العالمين، الرسالة اللي ممكن نخرج منها من خلال هذه الاختيارات رائعة جدا الحقيقة. هي الحقيقة مجموعة رسائل مش رسالة واحدة. أول حاجة أول رسالة موجودة وجود هذا الكم من الحفلات والمطربين والفنانين وغيره وغيره بيدي رسالة للعالم، بيقول احنا بلد سلام وعندنا امن وامان. ليه؟ لان الفن دايما مع الامن، مش يعني انت عارفة اي مهرجان يوم ما بيحصل فيه اي مشكلة ارهابية بيلغوه في اي بلد، ولكن اقامة هذا المهرجان على مدار 6 اسابيع
فده بيبعت رسالة للعالم بيقول مصر أمن وبلد أمن وأمان. رقم اثنين، إحنا عندنا القوة الناعمة النافذة والقوية هي اللي أعلنت عن مدينة العالم بشكلها المختلف. الحاجة الثالثة بنقول تسويق العالمين نفسه أو المدينة نفسها، وهي مدينة جديدة من الجيل الرابع لأنها مدينة جديدة جدا على حوض البحر المتوسط. كون إن أنا بسوق عن طريق القوة الناعمة هو ده الصح. ليه؟ لأن أهم نقطة، الناس ما عادتش بتحب الحاجة المباشرة، ولكن لما باجي أحضر حفلة أنا بحضرها في العالمين، طب فيها إيه تاني وفيها وفيها وفيها، الناس بتقول لبعضها هو ده أفضل وأجمل صورة. الأهم بقى من كل ده في ختام نهاية الوقت بتاع المهرجان بنيجي نقول إيه، والله إحنا عندنا بقى، شوفوا يا جماعة أنتوا لو بصيتوا ورا هتلاقي 40 مطرب على كام لعيب كرة وكرة شاطئية وسباق سيارات رالي وغيره وغيره، حاجات متنوعة. يعني هنا اللي هيجي هذه المدينة أو هذا المكان مش هيخرج زعلان، بالعكس كل اللي هو عايزه هيلاقي. الحقيقة نقط مهمة جدا حضرتك اتكلمت فيها أستاذ أحمد، ويمكن بعد انتهاء مهرجان العالمين يعني ايه من المنتظر انه يتم، يعني احنا طبعا بنقول ان احنا عملنا كل حاجة في مهرجان العالمين الجديدة، النسخة الثانية من المهرجان او حتى على مدار العام لو اتكلمنا انه مدينة، انت لو تسمحي لي اتفضل طبعا قبل النسخة الثانية انا اتمنى حاجة مهمة جدا. اتفضل يا فندم. خلال الفترة الجاية عايزين نعمل تسهيلات للسينما العالمية تيجي تصور في العالمين. ده أفضل حاجة. ليه بقى؟ لأن أنت لما تتفرج على الأفلام العالمية وهي مصورة عندك، ده نوع من التسويق ومجاني ورائع وكبير، الشريحة بتاعته كبيرة جدا. إحنا محتاجين سواء السينما المصرية أو السينما العالمية يحصل لها تسهيلات للتصوير داخل هذه المدينة اللي بنعرضها على قارات العالم. طبعا يعني انا بشكرك. عندك حق يمكن استاذ احمد ان هذه النقطه بالتحديد ستقتصر جهد كبير ومسافات كثيره في الترويج بالفعل للسياحه المصريه. بالضبط، الى جانب طبعا كل المهرجانات التي تقام على ارض الدوله المصريه. صحيح. نانسي كنت عايزة تقولي حاجة منذ قليل. لا خالص، أنا كنت طبعا هشكر أستاذ أحمد على وجوده معنا في العالم عالمين، والحقيقة دايما حضرتك منورنا في البرنامج. الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين.